مولاي يا شهرباز، أما آن الأوان يا مولاي أن أقوم ولو ون أور وأروح يا ملك الزمان وأخذ شاور. هل جننت يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور؟ أرجوك يا مولاي، أتوسل إليك يا مولاي. كيم أوفر، انتهى الكلام يا مسرور. أؤمر. سنن سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم أبا أنت بقى سن سيوفك، كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجة. How you say that؟ إزاي عبد اسود زيك بيتطاول عليا؟ أيوة يا مولاي، ما بتطولش بس بقولك الصراحة، يعني على الأقل حال القرشين اللي أنا باخدهم منك، ولا عايزني أبقى منافق زي الباقيين؟ أنا خايف بصراحة ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش. مسرور مسرور، أنت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق، وأنت فاهم النسوان بتحب الشدية، شد شوية. حاضر. فعايز أطلب منك طلب بقى بصراحة. اتفضل. أبوس إيدك نام، أنت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. أهو ده اللي مش ممكن أبدا أبدا أبدا. ليه إن شاء الله؟ ولازم حدوتة قبل النوم. تعالى بس يا مولاي، ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعة بيشخر في حضن امه. اسمع كلامي. أنا عايز أكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك يا مولاي. أؤمر، أنت مالك شكلك مهموم ليه كده؟ فارفش فارفش، معاك سجاير؟ ولع ولع يا مولاي. خير؟ أنا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت إن أنت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي؟ أؤمر. أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ عشان كده هقول لك على سر. والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه. لأنه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر، توغشتني. خير يا مولاي، سرك كبير. أنا مش سهران كل ليلة عشان أسمع حواديت شهربط. لا أبدا، دي كلها مجرد حركات حركات. عندك حق يا مولاي، أنا ساعات بصراحة كده بلمع أوكر بسمع الحواديت حاجة نفخ التنين بصراحة. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. مال معذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوتة كله انتباه وفاكهة ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني لا تظلمني يا مسرور، فأنا مريض ومرضي غير عادي. ساتر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي، قلقتني بجد. أنا عندي تبول لا إرادي. ساتر يا رب، لازم تقولها باللغة العربية، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي، حقك، ودي مشكلة. افرش، مش هم عاوز سرير سريرك، ما حدش هيحس بحاجة. صدقني مفيش طريق للحفاضات إلا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتوه شموا. ايوه حسن ومحمود. خلصت عليهم بإيدي لأنهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا أشياء فظيعة. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور، ده الرعب، ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهربات زي ما تكون يعني مستصغراني. استصغرك ايه وماسكه عليك زل؟ شكلها ماسكه عليك زل، انا بقرا في عينيك كل حاجه. سيبك منها تتقتل في السرير، انا عايزك انت تنبسط وانسى الموضوع ده. انت بتعمل كم مرة على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10-15. كتير قوي. ايه ده خزان ميه يا مولاي؟ طب اعمل ايه؟ كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجة. دي نصيبة. لا انا معاك، ما تقلقش. انا هاجي كل شوية بالليلة صحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجة. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده عيب. تعالى بس نبدأ من دلوقتي، تروح الحمام، خش كده أول مرة وهتبقى زي الفل. ما تقلقش. يلا بينا. هتعيب السجاير اللي معاك بنفسك.
هتعلم السجاير والولاعة. وانا كان نفسي في فاروسه زي دي يعني. لو اهو حديها لك. انا مش بقول كده عشان اللي انا سمعته اللي تكون لا. بشتغلك ولا بستغلك، ده انا خدامك. يلا عايز حاجه مني؟ لا سلامتك. اروح انا اظبط الاصل اشوف لو اكون حد بيرجع ولا حاجه. بسرعه يا مسرور. امرك يا سيدي، امرك يا سيدي. بص بقى يا مولاتي، من الاخر كده اقسم بالله لو عيرتي مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت، ما انا سهرانه. يانا. ايه ده ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل؟ شهرباز سوى وقصص واساطير. لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف. والنبي ما تعيط بقى، يلا احكي له حدوته. انا قاعد معاك اهو. جرى ايه يا مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلينج شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفة يا روح قلبي يا شرشورة يا أمورة، بالله عليك تقوليلي ما وحشتكيشي. في يا مولانا، في ذكر قاعد معاك، وايه الجو ده مش لذيذة يعني؟ وفي طووس، في 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 دوش حواليك. واحدة واحدة. عيب. جرى ايه يا مسرور؟ هو انا قلت حاجة وحشة؟ انا بسألها سؤال بريء. ما وحشتكيشي. ما وحشتكيشي؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيشي؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان، طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ واكون في حاجه بتحصل. لا لا بفكر. افكر براحتك، بس اوعى انت فاهمني. ها يلا كملها حلو. ولانه كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقول لك يا مولانا، ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد؟ في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انسى جربهم، اسمع كلامي يا راجل. اسمع كلامي، الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار؟ بس زودوا السبيرتو يا جماعة، انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوة دي. سيدي بس ايه دي، الراجل قاعد بتتجننتي ولا ايه؟ يعني اي حركة عشان الموضوع، لو سرحت كتير مع الدفا يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه. اسمع الكلام. انما حلمس يداها واشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها، مش عايزين كلام فاضي وقلة ادب. لو تكرمت، انا برضو راجل وبفهم في الاصول. اتفضلي خلصينا خلصينا، احكي له الحدوته. الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان في سالف العصر والاوان، كان في إنسان غير أي إنسان، كان اسمه الشاطر سوبرمان. واحد اجهد اجهد. قوي. بس احنا ما تعرفناش، اسمك الجميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه. اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقولك يا شاديه، يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره، كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ انما ما بعمل حاجه. يعني عادي ان انت تبقي مش علقه على سقف عماره كده؟ انا مالي، انا مش عايز احراج، انا قلت يعني ندردش مع بعض. ما مش حاجه، ما بعملش ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه. بس انبسطتي في الرحله بجد؟ كانت حلوه قوي. انت
بتحب سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه اخدكم اطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا يا شادي. اهلا وسهلا. بقول لك ايه، معاك سيجاره؟ سيجاره ايه يا بنتي، المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده، انت عايزاني اشحر سيجاره ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجه نسمعها كده. هو انت راكبه مني باص؟ في ايه يا شاديه؟ المفروض تقدري اللحظه التاريخيه اللي انت فيها، مفيش ولا واحده في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده، لازم تحس باهميه الموقف. بقول لك ايه، انت لوكلوك لوكلوك كده على الفاضي، زهقتني يا اخي. انا اللي زهقتك برضو؟ وايه لوكلوك واللغه دي؟ انت خريجه ايه؟ دبلوم والنبي. اه حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه، نريح شويه ونتعرف على بعض وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل باذن الله باذن الله. طب احكي لي بقى، ايه سوبرمان وطاير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء، مش بتحب؟ مش متجوز؟ ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقول لك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقوله؟ حب طبعا طبعا. انا حكايتي غريبه قوي قوي قوي. احكي لي. انا شاب يا ست عادي، ابويا الله يرحمه مات وساب لي اربع بنات في رقبتي، اخواتي، وكنت في ثالثه اعدادي، اضطريت اخرج من المدرسه واشيل المسؤوليه. الحمد لله جوزت ثلاثة وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنة، إن شاء الله قريب بإذن الله. يا عيني. آه لازم أجري على إخواتي، أمال أسيبهم يتنقلوا في الشوارع. بس فعملوني بقى سوبرمان. لا صح. سوبرمان الناس، سوبرمان راح سوبرمان جه، وكل الناس دي يعني كل ده أوانطة. أنا عايز أقول لك إن أنا مش حقيقي. أنا باختصار حياتي عبارة عن جرافيك في الجرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو اقعد على الخشب شغل المروحه عشان اعمل هوا كده، انت كده طاير اعمل كده، انت كده طاير على ظهرك اعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن انا مش حقيقي يعني، انا اسف ان انا بصدمك فاهماني، والاطفال الصغيرين صعبانين عليا، بس الموضوع كله جرافيك يعني. شايف المناظر اللي ورانا دي كلها، كل ده مش حقيقي، مفيش حاجه حقيقي طبعا طبعا، ولا انا ببص على حاجه ولا الكلام ده، بس اهو الحمد لله ماشية ماشية. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله يعني انا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي احب ارتبط بمين؟ يعني ارتبط بمين؟ انا راجل طول النهار طاير في حته. عرفت واحده قبل كده شهرين، فجاه طرت نسيت الاولاد دي كانت فين عشان ارجع لها. مدهوش سواح. اعمل ايه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني. همرمطك معايا، انا مش ما بثبتش في بلد ثانيه واحده شاديه. صدقيني انا راضيه يا ستي. والله انت بنت زي الفل وزي القمر واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك فاهمه. هستنيك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي، باين عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقنيش بقى شاديه. وديني وحياه ربنا اسماعيليه. اسماعيليه؟ اه عند خالتي. اوديك عند خالتك؟ وانا تاكسي ابيض، انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانه. مجننانه؟ تبان عليكي انت اللي مش مظبوطه. بص يا شاديه، عزمك على حاجه كده بسيطه يعني عشان تبقى ذكرى من شكلك جعانه. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت، الوليه اللي عماله تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك، انا عايزه الف. لا انا ما بحبش الخنقه. وعايز الف ايه وانا عجله ايه يا شاديه؟ في ايه؟ ما خلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي، لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شادي، انا بتخني ما تزهقنيش، هاخدك اطير بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى. يلا مره ثانيه، معناها ناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتلاقيني عندك الففك شويه. طب اسمع لي خمس دقائق كده. ايه موضوع اسمع لي ده يا بنت؟ وانا بجو. يلا جاهزه؟ يلا على تحت، واحد اثنين ثلاثة. يا مسرور، بلغني أيها الملك الطيور إن المطلوب تلخص في الملخص عشان ورايا ميتنج آخرنا يومين يا دوب. يومين يا مسرور؟ مسرور معايا يا مسرور.
مسرور مسرور يا خيور انا عبد المأمور انما كده اوفر ده باين انه ملك مغمور ده باين انه ملك مغمور مسرور مسرور يا خيور انا عبد المأمور انما كده اوفر ده باين انه ملك مغمور ده باين انه ملك مغمور زهقت خلق الله بقالك كم سنة يا عم خلص ولا هي سهتنا زهقت خلق الله بقالك كم سنة يا عم خلص ولا هي سهتنا بتكلفتك وتثبتك بتكلفتك وتثبتك والقلب قد والشهر زاد أصبح شهور وفضح مهببة هتعيش ظهور وظهور وظهور مسرور مسرور يا خيور يا خيور ولا مشغلة وزي قرد قطع صدت بسببك يلا انا اللي نجمي سطع ولا شغلة ولا مشغلة وزي قرد قطع صدت